باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كل سنه وحضراتكم طيبين. انا عارف النهارده عايزين تخلصوا بسرعه صح؟ كله عايز ايه؟ وانتوا طيبين، كله عايز يروح ينظف البيت صح؟ مش كده؟ عشان كده النهارده هي كل المشاورات دي عشان هتنظفوا البيت. النهارده بنعمة ربنا مع بداية سنة جديدة كتير مننا مش عارف كيف نبدأ سنة جديدة، كيف نبدأ سنة جديدة. كل واحد مننا محتاج ان هو يقعد مع نفسه كده ويشوف اخبار السنين اللي فاتت اخبارها ايه، وايه هو اللي معرفش يقدمه من قبل كده وما حاولش ان هو يجاهد فيه ولا يبذل مجهود ان هو يقدمه. ما بيعرفش الانسان يفكر كيف يحب الله وكيف يعيش مع الله حياة التقوى. لو كل واحد فينا قعد مع نفسه يبتدي يعاتب نفسه كويس قوي او يحاكم نفسه بمعنى اصح، اديلي سنة بكذب، اديلي سنة ما بحبش جارتي، اديلي سنة متخانقة مع اللي جنبي في الكنيسة، اديلي سنة زعلانة من فلانة، اديلي سنين ما بكلمش فلان. طيب انت فين من ربنا بقى؟ يعني هو مجرد انك انت السنين بتعدي، السنين بتمر، وانت حياتك مع ربنا حياة شكلية، مجرد انت بتقول له سنة جديدة جاية وانا لسه زعلان وانا لسه متضايق وانا لسه متخاصم وانا لسه بعمل الشرور الاولى زي ما هي، لازم يبقى عندنا خطة عمل. خطة عمل الشركات اللي ناجحة بيقول لك احنا السنة اللي فاتت ما كسبناش كتير عشان خاطر كان عندنا نقص في كذا وعندنا نقص في كذا وعندنا نقص في كذا، فالسنين اللي جاية لازم نظبط نفسينا ونراعي ان احنا ايه اللي ما خلناش نكسب. احنا برضو في حياتنا محتاجين كده، نحط خطة عمل مع ربنا، نحط منهج للحياة بتاعتنا، نحط خطة عملية نشتغل فيها، زي بالظبط كده ما عمل الابن الضال. الابن الضال كان حاسب حساباته غلط، مشي حياة مش كويسة، ابتدى ينفق المال، ابتدى يمشي مشي مش كويس، لكن لما جه قعد مع نفسه ابتدى يعمل ايه؟ ابتدى يلوم نفسه، قعد يفحص حالته كويس قوي، قعد يقول كم من اجير عند ابي حالته احسن مني، انا كنت زمان عايش حياة حلوة وانا في حضن ابويا، لكن لما بعدت عن حضن ابويا ابتدت حياتي تبقى ايه؟ من اسوأ لاسوأ لاسوأ، لدرجة ان هو حتى مش لاقي ياكل. فابتدى يحط خطة لنفسه، ابتدى يحط قرار، خلاص حسم الامر، قال لك ايه؟ اقوم الان. خلاص ابتدى فكره يبقى ايه؟ يبقى ممنهج. خلاص انا دلوقتي هنسى كل اللي فات ده وهبتدي حياة جديدة، هبتدي ارجع تاني لحضن ايه؟ حضن ابويا. كتير مننا صدقوني في حياتنا بيعيش في دوامات كتير، مش عارفين هما ماشيين ازاي وانها طريق ماشيين فيه، كل يوم بيسلم يوم وهم تايهين في الدنيا، الحياة واخداهم، مش مفكرين كيف يتصالحوا مع الله، مش عارفين كيف يتصالحوا مع
مع اللي حواليهم. عشان كده احنا تملي نيجي في كل مناسبة اول سنة يقول بص للأبدية بتاعتك، بص للأبدية بتاعتك، شوف حاسب نفسك كويس قوي، بداية حلوة عشان تبتدي بداية جديدة مع ربنا. افحص الخطايا المتكررة عندك وشوف ايه هي اللي بتسيطر على حياتك، شوف الصفات الشخصية اللي انت بتتميز بيها ونميها. لو انت بتصلي 10 دقايق خليهم ربع ساعة، خليهم نص ساعة. لو انت بتصلي مرة واحدة بس صليها مرتين. يعني الميزة اللي عندك حاول كمان تعمل فيها ايه؟ تنميها. قيم نفسك وقيمي نفسك كويس قوي. لو انت في حاجات خطايا متكررة لازم تشوفيها ايه هي دي وتبتدي تعملي ايه؟ تقللي منها. وجهي كل طاقتك انك انت يبقى عندك بداية سليمة وفكر سليم تنتشري في حياتك على الايه؟ على الخطية. كتير نقول لهم في الاعتراف مثلا لما تيجي تغلط غلطة معينة خلي قدامك ورقة كده وعلم عليها، وتعالى في اخر اليوم شوف كم علامة عملتها في اليوم ده بقدر الاخطاء اللي انت ايه؟ اللي انت وقعت فيها. وشوف تاني يوم نفس الحكاية وشوف انت بتقلل من الغلط بتاعك ولا الغلط بتاعك بيزيد يوم عن يوم. هنا تقدر تحاسب نفسك كويس قوي، ازاي اتقدم، ازاي اجاهد، ازاي احاول ان انا لو امبارح غلطت 10 مرات مثلا يبقى تاني يوم اغلط 5 بس، لغاية ما اوصل ان انا حاطط زلطة في بقي كده ومش ايه؟ مش بغلط. صح كده؟ ده الشخص اللي بيحاسب نفسه كويس قوي. والشخص اللي بيحاسب نفسه على فكرة بيبقى عنده فضائل كتير قوي، عنده فضائل كتير قوي. من ضمن الفضائل دي ان هو بيعرف حقيقة نفسه ايه. يعني ما يعرفش يقف قصاد الله ويقعد يقول ايه؟ انا انسان بار، ده انا انسان كويس، انا انسان ما بعملش الغلط. لا، الانسان اللي بيلوم نفسه يبقى عارف كويس قوي ايه هي اخطائه، يبقى عارف كويس قوي ايه هي شروره. عشان كده لما يقف قصاد ربنا يقول له يا رب انا طالب منك معونة معينة انك انت تقف ان انا ابطل الحاجة الفلانية. وده تلاقوه حصل في كتير في العهد القديم. لما جه داود النبي وارسل اليه ناسان ليعرفه كم هو مخطئ، يقول كده داود اخطأت الى الايه؟ اخطأت الى الرب، اخطأت الى الرب. هنا داود حاسس ان هو لما جه حد يلومه او هو ابتدى يلوم نفسه ابتدى يقول كده ايه؟ اخطأت الى الايه؟ اخطأت الى الرب. كتير لما جت ابي جايل واتكلم داود وتعرفه مقدار الخطأ اللي هو كان مزمع ان هو يقع فيه فمنعته من ذلك، داود قال لها كده مبارك عقلك ومباركة أنت لأنك منعتني اليوم عن إتيان الدماء وانتقام يد نفسي. لما الإنسان يحس باللوم على نفسه يبتدي يعمل إيه؟ ما يقعش في الخطية. يفكر كويس قوي، يحاسب نفسه كويس قوي. لو أنا بلوم نفسي كل يوم هلاقي نفسي عارف حقيقة نفسي ايه ومقعش فين في الخطية. عشان كده لازم اكون انا
عندي صراحة مع نفسي، عندي صراحة مع نفسي، عارف ايه الخطأ لنا، ايه لنا بقع فيه. لوم النفس كمان بيدي فضيلة عدم ادانة الاخرين، مش انا بقى قاعدة وعمالة جايبة في سيرة فلانة وفلانة بتعمل وفلانة بتسوي، طب ما انا كمان فيا نفس الاخطاء. لو انا شايف الخطايا اللي جوايا مش هبتدي الوم الايه اللي حواليا. عشان كده السيد المسيح لما جه الناس يحكم المرأة الخاطئة قال لهم كده: من منكم بلا خطية فليقذفها اولا ايه بحجر. طب انت يا حبيبي يلي عمالة تتكلم على غيرك، بص لنفسك الاول، شوف انت حياتك ايه قبل بالظبط كده، شيل الخشبة الاول من ايه من عينك قبل انت ما تتكلم وتقول اصل فلانة عملت وفلانة سوت وهي قالت وهي عادت. طب شوف انت في حياتك بتعملي ايه برضو، اكيد انت عندك مشكلة. كتير لما تيجي واحدة عندنا في الاعتراف تقول لنا مثلا انا جوزي بيضربني او بيمد ايده علي، تفتكروا حد هيخش من بره كده روح ضارب مراته او ضارب بنته؟ هيحصل؟ ممكن يكون شكران لا بس حالات شاذة دي. اللي انا اقصده اكيد في سبب، صح بالظبط كده، اكيد في سبب ان هو عمل كده. عشان كده الاول نراعي نقول ايه، طب هو قبل ما يعمل كده كانت حياته شكلها ايه، لازم نعرف الاول ايه السبب. فاكيد انا وصلت اللي قدامي ان هو يعمل ايه، ان هو يمد ايده، انا اللي وصلت اللي قدامي ان هو يشتمني، ان هو طبعا مش هيحصل ان هو هيغلط الا بدون ايه، بدون سبب. في كده يقولك لكل فعل رد فعل، صح كده؟ يبقى اكيد في حاجة خلته الشخص يعمل ايه، يخطأ. لكن احنا للأسف ما بنبصش لده، احنا للأسف لما نيجي نتكلم نقول كده طب هو عمل كده ليه، تقول مش عارفة، ده هو لوحده كده، هو يعني هو مجنون هيخش على طول يخش يطوق في الناس كده على طول؟ طبعا استحال. لما نيجي في علاقاتنا مع اولادنا تلاقي اولادنا احيانا بيبقوا متضايقين مننا زعلانين. يجي الولد يقول لي اصل انا ما بحبش ماما، اصل انا ما بحبش بابا. طب ليه يا حبيبي؟ لان هو على طول يقسو على ايه، على اولادهم. للاسف ما بيدوش فرصه ان هم ينموا الافكار بتاعه اولادهم، يراعوا سنهم، يفكروا في حياتهم. لكن احنا اقعد يا واد اقعد يا بنت، عايزين جايبين حبل كده ورابطين الواد والبنت فين؟ في الكرسي. طب ما هم طاقات عايزين يتحرروا. النهارده الاولاد طاقات، يقول لك اصل انا مش طايق بنت ابني او بنت بنتي، طول النهار لف في الشقه وتلعب ومش عارف ايه وعامله ومسويه ومكفراني في البيت. ما هو الاولاد دي طاقه، لازم انتوا كمان تراعوا هذا الامر. قبل ما تبتدوا تدينوا غيركم ابتدوا اخلقوا اسباب ان هي ايه تراعوا اللي قدامكم. فضيلة تاني من لوم النفس ان هو الانسان يصلح من نفسه. يبقى عارف ايه هي الخطأ بتاعه ويبتدي يصلح من نفسه. الشخص اللي ما يصلحش من نفسه ده يبقى هو لسه مقوقع نفسه جوه الخطية بتاعته. اللي مش عارف يصلح من حياته هو مقوقع نفسه. ناس كتير تشتكي في البيوت تقول انا جوزي ما بيعملنيش كويس، اصل انا ابني ما بيحبنيش، انا في مشكلة في البيت. طب المشكلة دي
منين؟ ما اكيد مثلا الراجل دخل لقى البيت ملخبط، البيت قايم على بعضه، الاولاد عاملين مشاكل، فتلاقي اول ما بيخش يلاقي المشاكل دي تلاقي الدنيا راحت عملت ايه، راحت مولعه او اي نار. لكن لو انا حسبت نفسي، كلكم بتضحكوا طبعا لان ده بيحصل حقايق في البيت، ان احنا تخيلوا نفسيكم انتوا داخلين بيوتكم وانتوا منظفين بيتكم كويس قوي ومسحينه ومروقينه ومزينينه، ونزلتوا رحتوا الاجتماع دلوقتي، رجعتوا لقيت العيال قلبين البيت كويس، رد فعلكم هيكون ايه؟ ها؟ هيتضربوا صح؟ انتوا اللي بتجيبوا لنفسيكم. اللي انا اقصده برضو نفس القصة في البيت، كل واحد لازم يشوف ايه الاخطاء اللي هو بيعملها اللي بيخلي اللي قدامه يعمل ايه، يزعل منه او يستفز اللي قدامه او يزعل اللي قدامه. لما تلاقي حد زعلان منك اكيد انت عملت حاجة غلط، لازم الاول نمرة واحد تدوري ايه اللي حصل منك عشان خاطر اللي قدامك يزعل منك، صح؟ لو انا ما اكتشفتش ده يبقى انا عندي مشكلة، يبقى انا مش عارف اصلح من نفسي، يبقى انا مش عارف اتقدم، انا مش عارف اعيش حيشة حلوة مع ربنا، انا مش عارف اجاهد ضد المشاكل اللي عندي. لوم النفس كمان يساعد الانسان ان هو يعترف ويقر بالخطية بتاعته، احيانا كتير الاعترافات تتحول لشكاوي. يعني ايه تتحول لشكاوي؟ يجي تعترف عند ابونا تقول له اصل انا اختي عملت فيا كذا وعملت فيا كذا، اصل انا ابني عمل فيا وكذا وعمل فيا كذا. هو انت جايه تعترفي على خطايا غيرك ولا جايه تقولي انا اخطأت في ايه؟ ما هو برضو اللي عمل فيكي كذا وكذا وكذا اكيد من تصرفاتك انت، فلازم الاول اعمل ايه؟ اقول انا بغلط في ايه، وبالتالي غلطي ده ادى ان اللي قدامي يزعل مني. عشان كده لازم احط انا خطة لحياتي ومنهج، اشوف ايه المشاكل اللي انا ايه بقع فيه. لوم النفس كمان بيخلي الانسان ربنا يغفر له. ليه؟ لان هو عارف من اين سقط، فبالتالي يبتدي يقدم توبة ويقدم حياة مع ربنا. فيجي ربنا كده يقول له مغفورة لك خطاياك. بس مهم ان الانسان الاول يحس ان هو ايه، ان هو محتاج للتوبة. المسيح سأل كده قال له ايه، اتريد ان تبرأ؟ تفتكر واحد اديله 38 سنة قاعد والمسيح يروح يسأل السؤال ده؟ ايه يا رب ده، يعني انت مش عارف ان انا اديلي 38 سنة نرمي الرمية دي جاي تسألني تقول لي اتريد ان تبرأ؟ هو اكيد ربنا عايز يركز على حاجة معينة، انت عندك عايز تتوب ولا مش عايز؟ حتى لو تلاحظوا قال له بعد كده ايه، لا تعود تخطئ بعد لألا يكون لك ايه اثر. ليه؟ هو حاسس ان الخطية هي اللي عملت فيه ايه، هي اللي عملت فيه كده، فطالما انت حبيت تتوب يبقى انت ليك مغفرة. لكن لو انت رجعت تاني للحياة الخطية دي هيكون ليك ايه، يكون ليك اثر. عشان كده السيد المسيح يقول لنا كده، لا يحتاج الاصحاء الى طبيب بل مين، المرضى اللي هم عايزين يتوبوا لربنا.
اللي عايزين يعيشوا مع ربنا اوعوا تعملوا زي الفريسي كده والعشار اللي جه قال اشكرك يا رب اني لست مثل سائر الناس الظالمين الخاطفين الزناة. ربنا عمل ايه؟ ما رضيش يغفر له. ليه؟ هو ما حسش ان هو عايز يتوب، هو حس ان هو ايه اعلى من الناس دي كلها. قال يا رب انا شخص مبرر، انا شخص حلو، انا مش عامل زي الزناة والخطاة وزي. جه ربنا قال له انت ايه؟ قال له انت مش محتاج شفاء، انت مش محتاج شفاء، لكن محتاج الشفاء هو فعلا اللي هو ايه اللي هو رايح يقدم توبة. مسيح جاء يطلب ويخلص ما قد ايه ما قد هلك. هو جاي عشان خاطر مين؟ الخطاة اللي هم قدموا حياة حلوة لربنا وجايين ايه يتوبوا. يقول لك كده ما جئتوا لأدعو أبرارا بل خطاة إلى الإيه؟ إلى التوبة. عشان كده مطلوب مننا كلنا إن إحنا نعمل إيه؟ إن إحنا نقدم حياة توبة. الشخص اللي بيقدم ده تلاقوه إنسان متضع، إنسان متضع، ما عندوش البر الذاتي، شايف نفسه كويس قوي إن هو بيلوم نفسه ويقول لا لسه في ناس أحسن مني، لسه في ناس سبقوني، لسه في ناس اعلى مني، انا كمان عايز اعمل ايه اوصل للناس دي. انسان لما يبقى متضع كده الناس كلها تحبه، الناس كلها تديله ميزة ان هو وسط الناس شخص مش متعالي. ده بيجي هو عارف النقائص اللي عنده ايه، يقول يا رب انا ما وصلتش زي فلان، انا لسه ما قريتش الانجيل ودرسته زي فلان، انا لسه ما وصلتش لحياة التجرد، لسه ما وصلتش لحياة الصلاة، لسه ما وصلتش لحياة التوبة الحقيقية، لسه ما وصلتش لسه لسه لسه. يخلي نفسه كده نفسه ايه متضع. والشخص ده صدقوني هو اللي بيوصل، هو اللي بيوصل بسرعة جدا، بيوصل بسرعة جدا. كمان الشخص اللي عنده لوم لنفسه تلاقي الدموع عنده على طول، زي كده دموع الايه دموع المرأة الخاطئة. يقول كده الكتاب اعطني يا رب يا نبي دموع كثيرة كما اعطيت في القديم للمرأة الايه المرأة الخاطئة. كانت دموعها مقبولة قصاد ربنا، عشان كده ربنا وقف معاها وابتدى يغفر لها الايه الخطية. لما نعمل كل ده تلاقوا عندنا حياة صلح وسلام مع الناس. الشخص اللي عنده كل الفضائل دي يلاقيه تملي متصالح مع الناس، عنده سلام مع الناس. لما يجي حد يغلط فيه يقول اكيد كان هو متضايق، او اكيد كان متعصب عشان كده غلط، عشان كده عمل كده، اكيد كان عنده مشكلة. لا ده انا اروح واشوف ايه المشكلة اللي كانت عنده وابتدي اساعده. لو هو عمل مشكلة وهو داخل البيت مثلا قول له اكيد النهاردة انت كنت تعبان برا، اكيد كان عندك مشاكل كتير في الشغل عشان كده جاي تعبان، فالمفروض ان انا تغير جو، المفروض انك انت ايه ما دخلكش في المشاكل. لكن الشخص اللي ما عندوش الصلح والسلام مع الناس ده عنده مشكلة، عنده مشكلة ان هو مش عارف يلوم نفسه كويس قوي. الشخص اللي عنده لوم لنفسه بيوصل للكمال، تلاقيه كده بينمو ويتدرج لحياة الايه الكمال والنمو. يبقى عنده كده حكمة وعنده افراز، امتى يتكلم في الموضوع ده، امتى يتناقش، امتى يختار الكلام اللي هو عايزه. كتير مننا صدقوني في بيوتهم عندهم حكمة وافراز كويس قوي، يقرا الموضوع ايه ويقرا يشوف امتى يبتدي يتكلم وامتى يسكت.
امتى؟ لما يبقى حياته ضعيفة مع ربنا يمسك انجيله ويصلي. امتى؟ لما يحس ان هو تعبان في حياته مع ربنا يروح يقابل اب اعترافه وياخد ايه وياخد ارشاد. كتير مننا صدقوني اللي عنده الحكمة والافراز ده تلاقي حياته قوية مع ربنا، في صلة بينه وبين ربنا. يقول لك الانسان ده مكشوف عنه. يعني ايه مكشوف عنه؟ حياته مع ربنا حياة متصلة، حياته مع ربنا حياة قوية، حياته مع ربنا ليها اتصال قوي كده لدرجة ان ربنا بيكشف له الايه الامور. ياريت كلنا، ياريت كلنا في بداية العام ده كل واحدة فينا تقعد مع نفسها كويس قوي، تقعد تفكر ايه الخطايا المتكررة عندها، وتبتدي تلوم نفسها على العيوب والنقائص دي، وتشوف تقارن نفسها بمستويات احسن. نشوف مثلا حياة امنا ايرينا، نشوف مثلا القديسة مارينا، نشوف القديسة إيلاريا، نشوف القديسات اللي هم عاشوا حياة مع ربنا كده، ونبتدي نقارن نفسنا بيهم، نقول احنا وصلنا لإيه لحياة القديسات دي. نحط لنفسينا خطة عملية ازاي نقف فيها مع ربنا، ونشوف ايه ما هو يرضي الله واللي يخلينا ما نقعدش نفكر تاني في الأخطاء دي، وايه اللي يخلينا نبقى عندنا حياة توبة حقيقية مع ربنا. افتكر واشكر ربنا وتذكر احسانات الله ليك في كل وقت. افتكر كده ان ربنا لسه مديك العمر انك انت تعمل ايه، تغير حياتك. ربنا احيانا كتير يصبر على الانسان لغاية ما يعمل ايه، لغاية ما يتنقى، لغاية ما يتنقى. في احيانا كتير كده ربنا ياخد ولاد صغيرين كده ونقول له ايه الحكمة يا رب في كده، يقول لك انا خدته في كامل حياته الروحية، لان انا عارف بعد كده لو كنت صبرت عليه شوية كان ممكن يحصل حاجات كتير قوي، بس انا حبيت اخده بنقائه بحلوته كده عشان خاطر يبقى ايه، يعيش معايا انا وانا احافظ عليه. كتير مننا صدقوني بيخلونا ان احنا في وسط المشاكل دي كلها نقعد ننسى نشكر الله على اللي احنا فيه. عشان كده المفروض ان احنا كل يوم الصبح نقول باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل ايه احساناته. نقول يا رب كده اعطينا قلبا جديدا واعطينا روحا جديدا كده ان احنا نتقدم في التوبة، ويكون يا رب توبة حقيقية ان احنا نحاسب انفسنا كويس قوي، ونقدم ليك اعتراف حقيقي ان هو تقبل بيه توبتنا، وتقول لنا كده يا رب مغفورة لك ايه خطاياك، ان احنا فعلا محتاجين الايه، محتاجين الابدية بتاعتنا. ربنا يديكوا نعمة ويديكوا بركة ويكمل كل نقائص موجودة فينا، لله المجد الدائم الى الابد امين.